عشق. الو الو وي الو 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 يا اخي تسمعوا فيا؟ الو الو يا اخي يا اخي هذه دارنا. الو الو هذه دارنا تاع حلبعل. الو تسمعوا فيا؟ الو الو مرحبا بك في دارنا. قولي قولي شنو تحب تقول دارنا؟ اللي قامت واصل معكم كما قلنا لكم الخمسه نتاع العشيه هذه هي دارنا. وكما حكينا الجمعه اللي فاتت على بعض معنا الحرف اليدويه خلينا نقولوا، وحكينا لكم كيفاش نجموا نقدموا هديه في عيد الامهات. نذكر كانوا عيد الامهات كان لحد لفات، ان شاء الله كل عام وكل امهاتنا حيه بالف خير. اليوم مدام انيسه رويبه حتجيب حدنا من جديد كما حكينا على زي شاخ، وحبيت نشكر سايمة على اللي شارف اللي درتها لي. فهمتني ولا؟ قطعت التلفزه اللي جيبها راه شكون اللي جيبها؟ هو راهي الحقيقه باش نكون واضحه، والله يا تاتا كان قاعده تسمع فيا ام وليد راهو باش يخليوا لي كادو نتاع العيد ما لقيتش وقت. امين نحب نقول اميره معناها ديما تحشمنا وليد صح عليك مي سافا من الاخر رمضان اون ايت انفون ان شاء الله. دونك مدام انيسه اليوم دونك باش نكملوا لها سيريتي المره الجايه هكا ولا لا؟ بلاصه على اللي شاخ باش نحكيوا اليوم على البنت. اميره خليها تختار نكملوا معك حتى رمضان وبعد تقول تاتا تختار شنو هي تحب تعمل. اخترت باش نعملوا اليوم البانتور سور فير رسم على البلور، ونخدموا ارتيكل كيما هذايا. دونك البدايه انه ناخذوا كيسان تاي اخضر ولا احمر؟ بون اخضر هكايا على الكبر نتاعو تاي اخضر. فوالا دونك باش نستحقوا ان سكوتش لو توال ايزولون على حسب النيفو نتاعنا ومنين نوليو نخدموا. تري بيان او كانت مسخت على جنب ولا هذاك ما يقعدش في البلار نمسحوا نمسحوا نحيوا دونك كيما توال ايزولون. فوالا هو بيدو هو لو توال ايزولون هو اللي نحاول انه نسكر به كيما هكايا لو نيفو اللي باش نخدموه نتاع البانتور. باهي دونك ما كان الكيس اللي موجود في الدار ترونسبارون تنجم تتحط عليه اكزاكتومون. فوالا هكايا اي البرش وسيرتو نحن نسي ياسر مغرومين بتبديل الكوجينه هكا ولا بتبديل المعول وليد. دونك تنجم تشري فوالا دونك نشريو سيرفيس تلقى نستعمل ليه هكايا 6 موا هكايا 5 موا سي فدينا منه ونشكلو نعملوا هكا ونعاودوا نبدلوا الزينه نتاعو. ربي ما يكثرش منكم الناس. بالعكس نحن ربحوا فيكم انتم رجال باش ما نقولكمش عاودوا اشريوا هكا اللي عندنا نعاودوا نعملوا زينه اخرى. فادلك فادلك باش ما نفدوش. رابح اكثر. باهي دونك هذايا سكرت انا تويك بالتوال ايزولون. جوست فوالا هكا. توا ناخذ الكولور الخاص بالبلار هذاك اللي يلزم نعرفوه كولور فيتراي. فيه انواع فيه ترونسبارون والا اوباك. دونك انا اخترت انه يكون ترونسبارون. اخترت البلو اللي بريسك هو سان بلو تركواز مي سافي رابيل البلو نتاع سيدي بوسعيد. اما خلينا نذكروا لي برودوي هذوما وين ينجموا يلقاوهم؟ الكل في المحلات المختصه تلقى لي برودوي هذوما. محلات مختصه كيما شنو؟ توا تمشي برودوي كيما فين يمشي الكنكيري معناها يمشي شري؟ لا 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 تدخل محلات مختصه معناها علاش نمشي نقول لك علاش؟ خاطر يتبعوا فينا موجودين في كامل تراب الجمهورية، والمحلات المختصة هذه ماهيش موجودة في كامل تراب الجمهورية، تنجموا نلقاو تجهيزات ولا معناها مواد من النوع هذا. فهمتك، دونك تلقاوه الأكثرية بون مانيش نقول مكتبات لا، أما محلات اللي يبيعوا لي برودوي دو بوزار. أكثرية نتاع جماعة بوزار اللي يقراوا وكذا. دونك كان فما بحذاكم اللي كنت بوزار نمشيو نسيو تلقاو محل يبيع. والأسواق نتاعها مش غالية. باهي البرودوي هذايا اللي جبته سي دلامبورتاسيون. ماهوش لو مارشي لوكال، موجود التونسي ماهوش سومو غالي، موجود الامبورتاسيون اللي هو اغلى شوية. ايه فوالا دونك باش نستعمل بانسو ايفونتاي. البانسو ايفونتاي هي اللي تسهل لي عملية الكولوراسيون اللي باش نخدم بها كيما هكا. دونك انا فوالا ندهنها الكل على خاطر التوال ايزولون هو اللي باش يعاونني ما يخليش اللون يتعدى. هذا هذايا كيفاش اللونه الكاس نتاعنا. دونك بالبانسو ايفونتاي طريقه سريعه. فوالا هي معناها الفوشه ظاهره سبيسيال كبيره نتاع تعمل فيسا فيس. نجم مثلا اذا كان ما عندكش الفوشه هذه باش تنجم تعوضها. باهي انت بالابونج تنجم بالابونج، اما بالابونج باش تعطيك نكت نكت كاينهم سبلاش. خاطر فيها كل الهواء هذيك. فوالا هذيك علاش دونك باش تعطي ايفي دو سبلاش. او نجم نعملوها زاده في الديكور هكا تحطها هكاك تعطي ليفي تعطي نقط هذوكم اللي هما ماهمش مستحبين في الكولوراسيون اوني. فهمتك. في الكولوراسيون اوني ماذا بينا ما يدمعش يعني خلاني هكايا نجبد بالبانسو ايفونتاي ما يلزموش يلمع
في نفس الوقت ما يلزمش فيه نقط. ونغطيو تقريبا البلايص الكل دونك ما تاخذش عندنا لا ماجوريتي نتاع البلايص هما اللي نغطيوهم ريان كو باش من بعد كي نحي التوال ايزولون كيما هكا تلقاها نظيفه. فوالا والله فكره مزيانه. غادي نشوفوا فين ولا هذه نغطي عليها وليد؟ دونك هذه اللي تاب الاولى هذه سي احنا والله شو نقول سر المهنه قالوا لا ماهوش سر المهنه يعني لا معناها فما شكون خديت ما عنده طريقه ولا انت ابتكرتها معناها لا انا مديرة مركز تكوين مهني خاص في المجال هذايا نعم معناها الافكار بشكل عام يعني فوالا فورماسيون تبع الصناعات التقليديه اللي قلنا بها وعندي ديجا البطاقه حرفي في الرسم على جميع المحامل كما نقولوا البلور ولا الخشب ولا الخزف ولا القماش اكزاكتومون اللي يعرف يرسم راهو ينجم على اي سوبور اخر ولا فورماسيون من بعد يعمل دي ريشيرش فوالا باهي توا هنا تفضل يقعد هو بشيشيحة هذايا يقعد ابوبري نص ساعة خاطر لي برودوي بون لي بروفيسيونيل اللي تبعوا فينا برودوي هذايا اباز دو سولفون ماهوش اباز دو دونك اباز دو يشيح فيه ساعة ميم با درج السولفون يحبلو على القليلة نص ساعة بعد الكولوراسيون هذايا شاح الكولور سايي باش ناخذ تيوب سيرن لو سيرن رولييف هذايا زاد خاص بالبلور المواد الخاصه اللي هو هذا السير الى رولييف خرج البرعه يبقى عندكم بيان سور شوا تحبوا لي كولور دوغي برونز انت وثوق نتاع العبد فوالا والا نعم. ديكور كيما دارنا الاسم تاع سيدي بوسعيد رماكيتها قبيله في البلون دونك باش نحاولوا نخدموا الاس هذيك عملتها باش تعملنا بالبلون هذه دوغي اللي جبت معايا ويقعد ونعمل نقطه واحد انا تو نعمل لك البلون مش بكيه بعد رمضان تبدا في الدار انت شبك كويس تي يزيد يزيد مع لي شارك مسج على كل مره نعمل لسه نتاعك طويلت يا وليد لسه نتاعك طويلت باهي دونك هذا لو سيرناج دونك نجيو على الحرف ونتبعوه هكا كيما هكا شويه كانت رماركي السيرن السيرن المعروف عليه انه يتبع شو معناه يتبع يعني كي نعمل هكا بالتيوب نهزه معايا الفوق فوالا هكايا وهو وحده وحده اللي يتبع السيركل باهي توا نجي ونقسم كيما هكايا باش نقسمهم دي بتيت كومبارتيمون وديما نذكروا اللي زينا سي ان شوا بالطبيعة كل واحد كيفاش يحب المهم معرفتك في البرودوي راهي معرفة البرودوي هي اهم حاجة من فهمت دونك هذه تو انا قاعده نقوم بالتقسيم تاع لي كومبارتيمون هذوما باش يقل الفطر معناها ايوا تبدا كايبه غريبه حمصيه ولا درعيه معاها ولا حتى تعفرينا مش مشكل تجيب لنا برشا شويه على جنب كيبه بندق مثلا ونعناع مش ما نطولوش نشوف الفيس بندق غالي سيدي بوسعيد باهي كمل كومبارتيمون شطر هذا اي هنا البلاصة اللي ما تعملتش نجم نعاود فيها نجم نعاودوها اي ما تخافش من الريسك نتاع انها تفسد وإذا قداش تو يقعد يشيح اللي خرج اون غوليف السيرن يحب له ساعة 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 اي معناها الكاس باش يحضر تقريبا ساعتين ما بين نص ساعة بالطبيعة ما دام كنت تدوز حتى ابليكاسيون من برودوي ونص ساعة تقريبا الديكوراسيون هذايا ما تنساش لي بروفيسيونيل نخدم امان ليبر اما اذا كان انسان يحب يجرب اول مره اماتور فما هذايا الستيلو الكريون كربون اللي ترسم عليه نعملوا الرشمه قبل تعمل بعد صحيت ومن بعد تخدم فوق منه الرشمه هذيك تاكل اكثر وقت دونك ما نعرفش اذا كان هكايا سافا هو نورمالمون قاعدين باش نشوفوهم هكايا اكثر من قريب هكايا هاكا الفوفا كيفاش نعمل الروتاسيون اما الاس كل شيء نفك الشبابك نتاع تاع سيدي بوسعيد شويه هيك البرمقلي وال هذيك قاعدين نعملوا نورمالمون في الفورم تاع الايس شيء يعمل كيف فوالا وتبدا الفورم تاع الايس بالطبيعه اوبوزي يعني اذا كان هذه ملفته اللي من الاخرى واحده مقابله واحده واحده مقابله واحده يعطيك الصحه هكاك تعمل كيما الكوخ دونك فوالا الباز ديجا كنعمل كركاس هي الاولى هذيك الباز ومن بعد نكملوا الميليو دونك كملنا الكاس نتاعنا هذايا فوالا كملنا الكاس هكا فوالا هكاك باركيس شويه فوالا جوست نبداو نكملوا هكاك من بعد ناخذوا كولور فيتراي الي اوباك خاطر من الاول قلنا خدمنا بترونسبارون بالفيتراي اوباك ناخذوا فوالا هنا بانسو بانسو بلا صغير
ونحاول حبيت نزيد اضافه صغيره في الكاس هذا الكيسان نتاعنا اللي هي باش نعملو فلا هنا باش نخدم له الورده. ما عرفتش انا بكري شفت الكيسه كان فضه. دونك بالورده هذيا هي الاضافه تقول عليها كعبه مشموم ياسمين جايه يعطيك الصحه يعيشك. دونك هكايا شفنا شفنا لي زيتاب نتاع كيفاش نخدموا الكاس. ولا شوفوا في الاخر الكاس كامل بالطريقه هذه. وبعد ما نعملوها الورده قداش تقعد باش تشيح؟ الورده في ساعه تشيح من 4 ساعه تشيح الورده. البرودوي هذايا ما نجموش ندخلوه للفور، يقعد ديما ديكوراسيون، خاطر فما دوتر برودوي مكتوب عليهم فيكساسيون في الفور مده نص ساعه ابوبري. اذا ما حطيت على البرودوي ولا غسيل تغسل نورمال بالبرودوي نورمال ولا اي فوايتي. سوف لا ماشينا فيسيل. ماشينا فيسيل ما ندخلوش فيها البرودوي. لا باليمين وبالكل اكزاكتومون. خدمنا البلاتو فما لي بلاتو باللاف نفس الشيء. كان تحب نجمو نشوفوا فوالا الموديل كيفاش. وتولي هكا تبع بعض الكيس مع الطبق يبدا اسورتي اسورتي. دايوغ انا هنا زدت لي فيلو فورم عملت تو كي نخدموا حاجه اونتري فيلي فورم نزيدوا لي بوان. لي بوان هذاك يحسن المظهر اكثر. يعطيك الصحة شاهدة كويس سي باش قاعدة الفترة إن شاء الله ويمشي مشي. توا باش نرجعوا للسالون قبل نستقبلوا ضيوف نتاعنا وبدينا ماكلة وتي شيء يعمل نضيعوا شوية في الريتم نتاعنا نتاع الصيام دوك نمشيو مع بعضنا للسالون نتاعنا في دارنا قاعدين نحوسوا هذه الظروف المباشرة على قول عبد الرزاق. مرحبا تفضل. عايشك وليد ميرسي. مرحبا نورتونا. مرحبا اميره. مرحبا سي ناجي. عايشك ولا دارنا البركه. صباح عليكم. مرحبا بكم. دونك نقعدوا ديما مواصلين باش نبداو بالاخبار ولا نحكيو شويه على الفن؟ نبداو بالاخبار قبل الخير. نبداو بالاخبار دونك الاخبار. فما اخر اخبار نسجلوها اليوم بعد الاحداث الاخرانيه نتاع ثلاث ايام اللي فاتوا واحنا نستناو شنو باش يصير. اكيد مرحبا بك وليد. نحب نقول السيما مرحبا بك منوره دارنا. نجدد اكيد التحيه للناس اللي قاعدين يشوفوا فينا وين ما كانوا. جولتي الاخباريه لليوم بدايتها باش تكون من البارح وين اعلن رسميا رئيس الجمهوريه البلجي قايد السبسي عن قرار تعليق المفاوضات فيما يخص وثيقه قرطاج 2 الى اجل غير محدد بما انه لم يتم الاتفاق على النقطه الخلافيه في 64 والمتعلقة بالتحوير الوزاري والإبقاء أو استبعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد. في اجتماع البارح وليد